ولا يخرج يهضر شي واحد في القديد ديال القيضه غيصا. فانا غنتفاهم انا وياه، الحمد لله ماشي انا اللي غنتكلف. كاينين الناس اللي غادي يلعبوا معاكم، كاينين الناس اللي غيطبقوا معاكم القانون، وهذا تحدي نديروا، هذا تحدي تحدوا بعضيات الناس. خرج قول شي تهمه ليا، ما كاينش اصلا هاد التهمه هادي اللي كطيح عليا، راه تهمه نشر وتوزيع ادعاءات لا اساس لهم من الصحه، بحكم انا واحد الانسان اللي شخصيه اللي هي معروفه. هاجي يهضر وديك الساعه المستقبل غادي يبين ليك. عندي رساله لمواتكم، ما تبكيوش على ولادكم ملي نلعب معاهم، لحقاش انا ما كنآديش، ولكن اللي حاول يآديني انا عندي قضيه. القيدة غير تقريبا ليا، علاش بنادم كيهضر بحال دابا طالع واحد كيقولوا ليه نسميه ماشي مشكل بدر المكناسي، طالع كيهضر كيقول انت غير من نادى القيدة دي. انت اش من علاقه عندك بالموضوع؟ نادى مراتي، القيدة غير صاحبتي، شكون انت الا هضرت على نادى؟ فراه عندي سبب اللي كيخليني اني نهضر على ديك السيده. فراه نادى باقر في الذمه ديالي، وطالع كتقول لهم بانها طلقات، طالع كتقول بانها كدوز 3 شهور ديال العده ديالي، بحكم ان السيده مازال كيجمعني بها عقد، وطالع عاوتاني كتعيش مع واحد وكدير مع علاقات اللي هي حميميه وهي مازال في الذمه ديالي. وهادشي ما كتخليهش مستور، حقاش الله سبحانه وتعالى اش كيقول؟ واذا ابليتم فاستتيروا. السيده خرجت ليها طاي طاي، كيفاش انا كمواطن مغربي؟ كيفاش خرجت ليها طاي؟ خرجت كتسعى، ما بغيتش نقول شي هضره، حقاش كاينين عائلات كيتفرجوا فينا، معانقه مع واحد جالس كيدير لها شعره بزاف ديال الحوايج. فانا كواحد الانسان معروف من طنجه حتى للكوير، من حقي انا نخرج نهضر، نخرج نهضر على الشرف ديالي، نخرج نهضر على شرفي. يعني ما هضرتش من فراغ، عندي سبب اللي خلاني انني نهضر. هضرت على القيده غيتا، فراغ القيده غيتا شكون اللي داعيها؟ داعيها واحد السيد اللي انا كنعرفه، اللي ما كيعرفوه لا عائلته مع كل تحياتي لهم لا حتى شي واحد، انا كنعرفه. يعني هضرت على الموضوع ديال القيد غير عندي علاقه في هذا الموضوع، وانا دابا غنعترف لكم ما عنديش مشكل، ما كنخاف من حتى شي واحد. القيد غير في الخرجه الثانيه ديالها تلاقيت معها يومين وانا كملوا من عندكم، وكنا دايرين بزاف ديال الامور. لا ما نقدرش ابلاتي نكمل لكم. هي علاش مشات المكناس؟ سولوا راسكم علاش مشات المكناس. اول حاجه كان الوالد ديالها مريض، الله يجيب ليه الشفاء، ومشات باش تجمع شي اوراق، وانتم غتعرفوا واش هما الوراق اللي غتجمعهم، وانا هبطت لاكادير باش حتى انا نجمع شي وراق. من بعد كنتصدم كيجي عندي الماناجر ديالي كيقول لي القيده غير تعتقلات، يعني كانت غادي المكناس باش نقادوا شي امور اللي حنا اتفقنا عليهم، من بعد كنسمعوا انها كتعتقل. راه اللي في القلب في القلب، فهمتيني؟ ولكن هذه المره ما غاديش نخليكم تلعبوا بحال الاول. تخرج القيده غير تبقى هذه المره اللي هضر عليا، كنقسم لكم برب الكعبه، وكنقسم لكم برب الكعبه عاوتاني، وباش كيحلفوا الرجال. تخرج القيده غيتا، يجي شي واحد يبدا يوسخ ليها صورتي ولا يقول شي حاجه ليا ما كايناش، انا كنحضرو، راه غيلقى معايا مشكل. انا البارح ملي حضرت الجلسه ديال القيده غيتا، اللي حضرت دخلت القاعه ديال المحكمه وشفت انا كل شيء، رغم انني كنت شاك بعض الشكوك وعارف كاين واحد الخطوره ديالي في ديك المدينه، مع كل تحياتي الساكنه ديال ديك المدينه، ولكن دخلت المحكمة ودخلت وسط الناس ووسط المدنيين ديال المكناس. من بعد درت واحد الضجة صراحة اللي ما كنتش ضارب لها الحساب، وهاد الضجة هادي عبارة أنني قلت اللي كاين، ضجة عبارة أنني وضحت أشنو طرا في ديك الجلسة، وضحت الرأي ديالي من خلال ديك السيدة اللي هي المنقبة بالقيدة غيتا. حتى كنتصدم بعض المرتزقين أنهم كيطيحوا عليا واحد الإشاعة اللي هي ما كايناش. أشناهي الإشاعة؟ أنا اللي غادي نقولها لكم، ولا غنقدر نقول لكم بسبب هذه الاشاعه هذه، حنا دابا راه ما بقيناش كنلعبوا، حنا راه ما كنلعبوش. بسبب هذه الاشاعه هذه باش غادي ندير عده شكايات برئاسه النيابه العامه، من خلال دوك الناس اللي كيحاولوا يوصفوا الصوره ديالي وكيقولوا لي شي هضره اللي هي ما كايناش. انا شوف هنا وهنا، حول عينيك هنا وهنا، هي راه كنشوف انا في كل شيء اصلا، كل شيء ماشي مشكل. بحال هاد الاشاعه هادي، المؤلم كيقولوا لي انا هضرت مع السيد اللي شاكي بالقيده غيتا، واتفقت انا وياه باش هي تدخل للحبس. وهاد القضيه ديالي غادي نوضحها لكم. اول حاجه، الشكايه امتى كانت؟ كانت قبل انا ما ندخل للحبس، انا والملونة اعيد غادي نعاود نقولها لكم. السيده امتى الشكايه امتى توضعات من طرف القيده غيتا؟ قبل انا ما ندوز المده السجنيه ديالي انا وهشام الملوني، الله يطلق سراحه. اذا خاصني نرجع للماضي ونطلق مع هذا السيد اللي داعي القيد غيتو، نقول ليه سير دعاه باش في المستقبل تشد في الحبس. الهضره هذه ما كايناش. الشكايه عاد تفاعلات، الشكايه عاد تفاعلات ملي خرجت القيد غيتو من الحبس، من حسن الحظ تفاعلات،
وعاودت التعتقلات كي غندير انا باش مشعل واحد اللي هو السعودي مع كل تحياتي ليه ونقول ليه دعي ديك السيده ودير لها ودير لها هادشي راه القانون القانون هو اللي كيعرف اشنو غادي يدير انا فقط السيده تعتقلات شدت في الحبس انا وقفت معاها ما لقيتش شنو غادي ندير يعني كنبقى انا بحالي بحالكم مواطن عندي البطاقه الوطنيه راه كارت ناسيونال فانا اشنو درت ما عنديش انا شي قوه اللي هي الهيه فانا اش مشيت درت دخلت عند هذا السعودي هذا تواصلت انا وياه بحكم انني ديجا كنعرفه بالعموم ما كنتش كنتواصل انا وياه فهمتيني ما كنتش كنتواصل انا وياه ملي تعتقلات القايده غيتها عاد ديك الساعه وليت كنتواصل انا وياه وكنهضر انا وياه قلت لي عافاك سحب الشكاية تنازل على هاد السيده هادي راه دوزت ما يكفي من السجن والسيده ماشي شي واحده اللي هي مجرمه ما كتبيع على غبره ما قاتله ما حتى شي حاجه السيده فقط واحد الانسانه اللي هي صانعه المحتوى كتهضر على الحياه الاسريه كتهضر على بزاف ديال الحوايج واقعين في هاد الزمان هذا غلطات الا كنتي كتشوفها غلطات فما فيها باس الا صيفتي التنازل وخليتي ديك السيده تخرج لانها صافي راه عانات ما في الكفايه بقيت انا منك ما انا منك حتى قنعته انه صيفط لي التنازل وانا كنعاود نقول الناس اللي قالوا لي التنازل راه مزور وهذه راه جريمه كيعاقب عليها القانون وانا ما عرفتش الفصول ديال هذه الجريمه هذه تزوير جريمه يعاقب عليها القانون كنعاود نقولها لكم وانا الا تزورت شي تنازل فانا كنطلب من السلطات وكنطلب من السلطات عاوتاني يتم الاعتقال ديالي إذا كان التنازل مزور أنا بغيتكم السلطات تعتقلوني ولكن إذا ما كانش التنازل مزور فأنا أنا أصلا تابعت فأنا كنحمل المسؤولية على دوك الناس اللي خرجوا كيهضروا عن طريق اللايفات عن طريق الأرباح ديال اللايفات اللي كاين في التيك توك فهمتيني داكشي ما كنطلعش أنا يعني حاجة عادية ما غنفهموش وكيخرجوا كيطيحوا عليا التهمة الخطيرة قالوا لي يا سيدي التنازل راه مزور ماشي مشكل غندوز لهذا الموضوع ملي قنعته أنه صيفط لي التنازل هضر معايا السعودي قال لي انا ملي غنصيفط لك التنازل انا عندي شروط اللي هما بساط شروط بساط قال لي انا عارفك ما غديرهمش انا نزار قدرت بهذيك القايده غير تنساني انايا وتعطي التنازل قال لي انا غنكلف المحامي ديالي المحامي ديال السعودي ماشي هو الاستاذ فيصل باش تكونوا فاهمين هو اللي غادي يقدر لي الامور انا اقترحت عليه الفكره انا كيشوف باش تكلف شي محامي اللي انا ما كنعرفوش انا نقترح لك محامي اللي انا كنعرفه وشكون هو هذا المحامي هذا هو الاستاذ فيصل من هيئه الرباط مثل هذا المحمد غادي يدافع لصالحك السعودي صيفط لي التنازل الاستاذ فيصل غادي يدخل عند المؤسسه السجنيه ديال تولال وغادي يقترح له الشروط هذا مقابل انك غتنازل له وافق صيفط التنازل عباره عن بي دي اف صيفطو عند الناس اللي قالوا لك دابا الناس اللي كيطلعوا في اللايفات كيبداو يهضروا ديري فيها كيف كيفهموا في القانون ديري فيها كيفهموا في اي حاجه